في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من قراءة من التعليق على الشمائل، كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله. وقفنا على باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. وبأسانيدكم إلى المؤلف رحمه الله تعالى. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. يعني قوله فيضع رجله على عنقي يعني حتى يسكن، يظن أن به صرع، يظن أن به صرع حتى ما يتفلت ولا يؤذي أحد ولا يؤذي نفسه، يعني يمسكها. هذا باب ما جاء في عيش رسول الله. أي على كل حال، في بعض النسخ يعني هو الحقيقة يعني ما أظن هذا التبويب له محل، المؤلف رحمه الله سيجعل له بابا كبيرا، فما فيه فائدة من ذكر باب ثم حديثين ثم يذكره فيما بعد ويذكر عشرة أحاديث، هذا ليس مقتضى الصناعة. لكن كأن يعني أنه يعني من فعل بعض النساخ أو شيء من هذا القبيل، لكنه على كل حال يعني قوله هنا وعليه ثوبان ممشقان يعني مصبوغة بالمشق الذي هو الطين الأحمر، كانوا يستعملون قديما كل شيء له لون سواء من نبات أو من حجر أو طين أو شيء يستعملونه في الصبغ. نعم، صلى الله عليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال أن يتناول مع الناس. نعم. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. يعني ساذجين سادة ما فيها لا نقوش ولا فيها يعني أي رسوم ولا فيها أي تزيين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي أنه قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أذكي هما أم لا. نعم.
قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني. يعني هو من حيوان مأكول اللحم ولا من حيوان غير مأكول؟ هذا معنى ذكي يعني. نعم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. قبالان يعني أن لهما سيران، سير على الخط على الأصبع الكبير وسير على الأصبع الذي يليه، وهذا هو كان نعل العرب قديما والأمم السابقة، لأنها أثبت في القدم، ما هي مثل الآن يعني يحبكها أو يحفظها قوة الجلد، لا، الجلد كان إذا لبس توسع، فاحتاجوا إلى قبال. بعد فيما بعد لما قوي الجلد وعولج بأشياء أخرى صار يوضع له قبال واحد مثل الآن. القاضي أبو بكر بن العربي يقول إن النعل هو غالب لبس الأنبياء. أين أخذ هذا؟ مقالة أبي بكر بن العربي الحقيقة أنها يعني لطيفة هذه، ها؟ أي نعم، في قصة موسى في قول الله تبارك وتعالى، ها؟ نعم، وأخلعنا عليك. نعم نعم. حدثنا أبو كريب ولا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف، قد ثبت هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث جمع من الصحابة، بل لبس خفه عليه الصلاة والسلام روي عن أكثر من 80 من الصحابة فأنه لبس خفا ومسح عليه. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدث قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. عندك مثنى، ها؟ نعم. أيوة. لا، إذا اللي عندكم يعني غير مشددة فتكون مثني شراكهما، هذا صحيح، وكذلك الذي قرأه الشيخ محمد، ها، مثنى، والمعنى واحد على كل حال، مثنى أو مثني، يعني أنه طبقتين اللي يسمونها الآن دبل، يعني لأجل أن يثبت في الشراك. نعم. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع كذا، أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد، صح؟ نعم، أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم. أيه. طيب. قال. طيب، على كل حال هذا موجود في بعض النسخ، يعني ذكر أحمد بن منيع فقط، في بعضها يعقوب بن إبراهيم اللي هو الدورقي من أئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة. نعم، من رواة الكتب الستة. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية، أحسن، السبتية يعني التي نزع منها جلدها، غالبا ما تكون من جلد البقر، يعني يزيلون ما عليها من الشعر ثم تلبس. نعم. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. مخصوفتين يعني مرقعتين. العلماء اعتنوا قديما والمتأخرون أكثر من المتقدمين اعتنوا بصفة النعل، حتى قد صنف فيها مؤلفات وفيها يعني نظم فيها نظم في وصف نعله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يعني مؤلفات كثيرة على كل حال ما نطيل بها، لكن المقصود هنا أنه وقع عند المحدثين مسلسل بحذو النعل في النعل،
يعني مشهور من هذا الباب. نعم يعني متنه أصله محفوظ لكن تسلسله غير صحيح. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفئ أو ليحفيهما جميعا. حدثنا ينعلهما أو ليحفيهما كلها صحيحة، الأول من الثلاثي وهذا من الرباعي. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. حدثنا وذكر إذا رأيت مثله نحوه معناه، هذه قل قبلها وذكر نحوه وذكر مثله، إن كانت منسوقة بحرف الجر بمثله ها قل وذكره بمثله، هذه طريقة المحدثين. نعم. صلى الله عليه. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة لما فيها من قبح الصورة. الإنسان إذا مشى في نعل واحدة ما في شك أنه يكون يعني فيه قبح صورة، ولا سيما في مشيته وشكله، فنهي عن ذلك. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل تنعل أولهما تنعل وآخرهما تنزع وآخرهما تنزع، يعني مفعول مقدم. طيب هنا كان المصنف هنا قال حدثنا قتيبة عن مالك ثم ثنى بإسناد إسحاق، الظاهر والله أعلم أن اللفظ لفظ حديث قتيبة لأن لفظ إسحاق تقدم فيما قبله. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن هشام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. عند ماذا قرأت يا شيخ؟ عن يونس؟ أعيد يا شيخ. عن ابن شهاب. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. ورق، ورق يعني فضة. نعم. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى قال هنا نعم قبل كلام المصنف رحمه الله لاحظوا عندنا هنا قال فكان يختم به كذا ولا يلبسه، هذا الحقيقة له محل نظر. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لبسه، يعني أن الذي لبسه مره تركه هو الذهب كما ثبت في صحيح البخاري، فالظاهر أن الخطأ هنا من أبي بشر، يعني اللفظ هذا محل نظر، الذي لبسه مره تركه من ذهب، نعم ليس من فضة. نعم. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي
عن قتادة قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر أو والله سطر، كلها صحيحة، لكن هنا قول محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة الله سطر سطر، هذا يدل كما هو ظاهر الرواية أنه هكذا محمد ثم رسول ثم لفظ الجلالة هكذا يقرأ، هذا هو الظاهر. بعض أهل العلم يقول لا، العكس، أنه لفظ الجلالة يعني فوق يعني، وهذا الحقيقة هي الظاهر أنها محل نظر، لأنه قد جاء في رواية الإسماعيلي التصريح بأنه محمد السطر ورسول السطر الثاني ولفظ الجلالة السطر الآخر، هذا يعني جاء مصرحا به. وعلى كل حال هو هذا القول خلاف الظاهر، يعني أرادوا يعني رحمهم الله أنهم بعض أهل العلم الذي قال المقالة هذه أن يعظم الله تبارك وتعالى، لكن سيقع فيه إشكال بعد، يقول هنا اللي هو إذا قال محمد رسول الله، أي نعم الله رسول محمد، أليس كذلك؟ أيضا محل إشكال يعني، لا ولا سيما أن هذا خلاف ظاهر الرواية، دائما ما يحتاج إلى خلاف ظاهر الرواية يحتاج إلى دليل قوي يعني في الظهور مثله أو أزيد منه حتى يصرفه، كيف عدو رواية الإسماعيلي مصرحة بهذا. نعم، والحديث في البخاري، الإسماعيلي له مستخرج عظيم على صحيح البخاري، عظيم عظيم. نعم، حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. هذا استدل به بعض أهل العلم إلى أن لبس الخاتم ليس هو بسنة، إنما هو يعني يشبه أن يكون حاجة، ويشكل على هذا أن الصحابة الحديث الذي في الصحيح قال: فألقى الناس خواتيمهم، لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم اتخذ الناس فعرفوا أنه مقتدى به، وهذا قوي، ولا سيما أن ابن أبي شيبة وجمع من الأئمة ذكروا باب كبير يعني في ذكر الصحابة الذين كانوا يلبسون الخاتم، ولهم نقش، كل واحد له نقش أو صورة أو أشبه ذلك. وعلى كل حال مسألة محتملة يعني ليس فيها أكثر من هذا. نعم، حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث يعني هو الحقيقة من أشياء كثيرة تدل على نقض الطريقة الكلامية التي يتعامل بها مع السنة. الآن هذا الحجاج، شوفوا إسناده ولا في شيء، كلهم أئمة، همام وابن جريج والزهري، لكن أصحاب ابن جريج رووه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ اللي ذكرنا قبل قليل، اللي هو لبس خاتما من ورق ثم ألقاه، هذا هو المحفوظ في حديث ابن جريج، يعني رواه الناس العلماء الكبار الحفاظ من أصحاب ابن جريج رووا هكذا، خالفهم همام، نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبله، لا نقبله ولو كان ظاهر الإسناد صحيحا، هذا لا يقبله بهذه الطريقة محل نظر. نعم، حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. ولا سيما أن رواية ابن جريج عن الزهري يعني فيها كلام الأئمة، يعني كما قال يعني ابن معين وغيره قال إن ابن جريج في الزهري لا شيء، لأنه كان عبارة عن يعني كتاب أخذه أو انتسخه ما قرأه، مثل هذا يحصل فيه
يعني يحصل فيه الخطأ، يحصل فيه التصحيف، يعني يقال إن هذا من حديثه فيظن أنه من حديثه فيلحقه به، هذا يحصل هذا. فمثل هذه القرائن هذه الأئمة هم أعرف بها. ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله في النكت له في الحديث المعلل كلمة جميلة يعني أصاب فيها رحمه الله، قال: إن المحدثين من الحفاظ يعني القدماء يعلون شيئا لا يدرى ما هو، يعني هو يبي يفهمه ما يستطيع فهمه، وخذ بعض الأحاديث يعني ما يدرى ما هي وش وجه الغلط فيها، قال هم أعرف هذا الحقيقة العالم. أما اللي يجي مثل هذا الحديث ذا ويخالف الناس يقول رواه أكثر من 500 أما من 25 أو 30 من الحفاظ ثم يخالفونه في روايته والرواية واحدة والحديث مخرجه واحد، لهم طريقهم، إذا كان المخرج واحد أبدا يعلون بهذا وبأدنى شيء عن أن يعلون به. المقصود أنه إذا كان هذا هذه الصورة بهذه الطريقة هذا الحديث في هذه الصورة يعلونه يا شيخ، يعلونه يعني يردونه، ما لو كان إمام. هذا ابن أبي شيبة الحافظ أبو بكر صاحب المصنف وهم بن معين في رواية حديث عن حفص بن غياث قال إنه يقول يعني إنه يروي هذا الحديث يقول وليس هذا في كتب حفص بن غياث، يقول هذه كتب حفص بن غياث موجودة ما هو في هذا الحديث. وخرج الحق بعدين مع ابن معين كما في الرحلة الخطيب أنه قد أصاب فيها حديث أو حديثين ما أودعها في كتبه. فانظروا ابن معين إمام من الأئمة، جبل نفخ فيه الروح، يعني إمام عالم كبير وحافظ من حفاظ الإسلام، ومع ذلك ما يجاملون أحد في التوهيم ولا في الانفراد، ولا سيما في الطبقات المتأخرة. الطبقات المتقدمة ربما يعني سكتوا عنه. نعم. باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. والله هذا في نسخة، أنتم عندكم، أنا ما عندي النسخة. إيه، وعلى كل حال هو الأشبه لأن الروايات كلها في يمينه. وعلى كل حال يعني العلماء رحمهم الله أجمعوا على جواز لبس الخاتم في اليمين والشمال، لكن اختلفوا في أيما أفضل. وجمهور العلماء رحمه الله جمهور السلف على أنه باليمين، ويعني موافقة أو وفاقا للمصنف رحمه الله. والمسألة واسعة على كل حال. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير النحوه. نمير. أي على كل حال يعني هي الأصل، يعني العرب يعني ربما تجاوزوا الكسر، ما أحبوا كثرة الكسر، ولهذا في النسبة يقولون نميري، يعني والأصل أنها بكسرات، لكن على كل حال المشهور النمر ولا صحيحة وذكر نحوه. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان
قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا. ووافقه أبو حاتم رحمه الله أنه لا يصح، اللي هو من حديث أنس أنه تختم في يساره. نعم، أبو حاتم يوافق الترمذي على هذا. نعم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. هذا الحافظ بن كثير رحمه الله وجمع من الحفاظ نبهوا إلى أن من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس خاتما من فضة ثم ألقاه هذا قد غلط، يعني في الرواية المحفوظ هذا هو في خاتم الذهب وليس في الفضة. الفضة في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الفضة فلعبوا بها كيف شئتم. نعم. باب ما جاء في صفات سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال: حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. هذا على كل حال يعني قوله على سيفه ذهب، يعني هذا الحديث فيه نظر، ذكر هذه اللفظة هي محل نظر. وعلى كل حال الإمام أحمد رحمه الله وجمع من الأئمة يحملونه على اليسير، لو صح هذا يحملونه على يسير الذهب، واليسير له أحكام، أحكام اليسير كثيرة، لعلها أزيد من 300 أو 400 مسألة في الفقه المشهورة، ولا هي أزيد من ذلك كذا، لعل هذا من أحكام اليسير. والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه رحمه الله كان يتجوز في يسير الذهب، يعني في قبيعة السيف وأشبه ذلك. وهذا على كل حال هو اختيار جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعيد عن ابن سيرين أنه قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك؟ وكان حنفيا. قال: وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه. زعم سمرة أنه صنع. إذن أنا عندي نفس اللي عندك نفسه. زعم سمرة. وزعم سمرة. يعني قال سمرة فيما زعم. يعني نعم الصواب نعم سمرة نعم أنه صنع. وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. يعني نسبة إلى بني حنيفة اللي هم سكان الرياض. يعني الآن يعني على كل حال هذا نسبة إليهم. نعم.
حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه وذكر نحوه. نعم. باب ما جاء في صفات درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. هذا من اتخاذ الأسباب، وإلى الله تبارك وتعالى قال له عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس، فهو محفوظ عليه الصلاة والسلام من يعني أن يعتدي عليه أحد بقتل، لكن هذا من اتخاذ الأسباب، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في صفات مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. هذا يعني ابن شهاب رحمه الله أراد أن بالتنبيه يعني أن ينبه الناس على أنه ما كان محرم ولا على رأسه المغفر، هذا ما فيه حاجة إلى ظاهر يعني، بس قد يكون بعض الناس ولا هو ما يفهم مثل هذا فأتى به، ولا على رأسه المغفر المحرم ما يجوز كما في الصحيحين عن في قصة الذي وقصته أو قصته ناقته قال ولا تغطوا رأسه، فالمحرم منهي عنه. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن حماد بن سلمة قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال الهمداني الهمداني همدان قبيلة معروفة ما زالت إلى الآن في شمال اليمن بخلاف همذان التي هي البلدة. نعم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز المدني. المدني عندكم؟ إيه. عندنا في المديني والصواب اللي عندك اللي أنت قريت هذا المدني نسبة إلى المدينة، المديني نسبة إلى بغداد اللي هي مدينة السلام قديما. نعم. ولا المدني هو مدني هو ينسب إلى المدينة الجار ميناء قريب من المدينة. نعم. قال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن المدني اللي أنت قريت زين هذي المديني أو المدني؟ أي الصواب المدني اللي عندنا غلط، المديني ذي غلط، الصواب المدني نسبة إلى المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. دسماء يعني سوداء. نعم. عندنا يعني دسماء. نعم يعني سوداء. نعم. عصابة كلها عمامة وعصابة معناها واحد. عندك في نسخة عمامة؟ طيب عندي أنا عصابة كلها معناها واحد، لكن لفظ العصابة غالبا يطلق على إذا كان لفاتها قليلة، هذا يعني قيده استعمال العرب أو بعض العرب، وإذا العمامة لا يكون كورها أطول. نعم. وقد ذكروا في السير عمامة النبي صلى الله عليه وسلم 10 أكوار لفها، وهذا يعني في ثبوته نظر، لكنه يعني شوفون أخواننا السودانيين يعني يأخذون بهذا، وهو مذكور في السيرة على كل حال. ولا يعني العرب كانت لها أشكال في العمائم، يعني أظهر أشكالها هي هذه التي تكون لفاتها قليلة، ويعني لهم أحوال، يعني ربما وضعوا داخلها برنس وربما وضعوا بدون برنس اللي هو طاقية هذه، وربما يعني وضعوها بينك هكذا، وربما سدلوها كانت طويلة. نعم. أي نعم هنا في البنصر أي قد ورد تفسيره في يعني عدة أحاديث. نعم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي وتحدث عن عمها رضي الله عنه أنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. حدثنا سويد بن نصر. اقرأ. نعم. احنا لنا طريقة اننا لو تكلمنا على كل حديث يعني يصعب هذا يعني، لكن الطريقة التي نقرأ بها يعني في الكتب دائما في كتب السنة اذا كان ما فيه نكارة نمشي ونتركه، اذا كان فيه يستدعي الكلام على شيء من هذا مثل ما تكلمنا سابقا. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال نعم وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا كل حال هنا يعني هذا يأتزر إلى أنصاف ساقيه، هذا القدر منه مرفوع لكنه هنا موقوف، هنا قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه. طيب. نعم. حدثنا قتيبة يعني المعلق في بعض الأشياء التي هي يعني موقوفة على الصحابة إلا يتكلم على يعني إما صحيح ولا ضعيف، والمنهج الحقيقة العلماء قديما ما كانوا يعني أئمة الحفاظ القدماء ما كانوا إذا مرت الآثار الموقوفة ما يتكلمون عليها، يتكلمون في المرفوع دائما، أما الآثار الموقوفة ما يتكلمون عليها يعني إلا إذا كان فيها نكارة أو خالفت الشيء البين المخالف للصحابة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يعني لما تكلم على مسألة المدخول بها وإن لم توطى، لو أن رجلا تزوج عقد على امرأة ثم لم يدخل بها، دخل بها ثم لم يطأها، ما وطئها، خلا بها ولكن ما وطئها، الإمام أحمد يعني اعتمد قول جمهور الصحابة في أنه تترتب أحكام العقد على مجرد الدخول، وإن ادعى الرجل أنه يعني ما وطئ. قال الموفق رحمه الله في المغني قال وضعف أحمد
ما روي عن بعضهم في هذا. فهذا طريقتهم، إذا كان فيه شيء مخالف لقول جمهور الصحابة أو فيه شيء من نكارة هم يتكلمون عليه، ولا الآثار ما كانوا يتكلمون عليها يأخذونها مأخذ القبول. فالتنطع بأنها إلا كل أثر النبي يتكلم على إسناده إلى آخره، يفاجأ الإنسان فيما بعد أنه خرجت كتب في الآثار. قالوا لي الأثرم رحمه الله، قالوا له اكتب، يعني ابن أبي شيبة كتب المصنف وكتب في كتاب الصلاة يعني أظنه قال 200 أو، فقالوا له أو أزيد من هذا، فقالوا له اكتب الآثار اللي ما ذكرها ابن أبي شيبة، فذكر أكثر من 600 أثر لم يروه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصلاة فقط. فالآثار واسعة من وجوه كثيرة نقلت، ما كانوا يعني يتوسعون في الكلام فيها، يأخذونها مأخذ القبول إلا إذا فيها متنها نكارة ولا كانت مخالفة لقول جمهور الصحابة. بل الصحابة أنفسهم إذا كان شيء مخالف للقواعد توقفوا، حتى في حديث بعضهم أليس في الترمذي أن الجدة لما جاءت إلى أبي بكر وماذا قال لها؟ ها؟ قال لها لك السدس أليس كذلك؟ فجاءت الجدة الأخرى، من هي الجدة الأخرى؟ الأولى الجدة أم الأم، الثانية الجدة أم الأب. لما جاء المغيرة قال أنا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس، فتوقف قال من يشهد لك؟ لماذا؟ ها؟ لأن الجدة أم الأب مخالفة لقواعد الفرائض. ها؟ أي نعم، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فهو يخالف القاعدة التي هي أن من أدلى بواسطة الجد يحجبه الأب، ابن الابن يحجبه الابن، هو جاء مخالف. الجدة أم الأب تدلي بالأب وترث معه، قال له توقف. لما إلى أن شهد له محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فصارت من المستثنى في القاعدة الفرضية من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، صاروا اثنين عندنا، الجدة أم الأب تدلي بالأب وترث معه، والإخوة لأم أولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها، بل يحجبونها إن كانوا اثنين فأكثر من الثلث إلى السدس، ولله في ذلك حكمة على كل حال. لكن يعني إذا الصحابة هذه طريقتهم من الصحابة والتابعين والأئمة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن يزيد بن أبان بني عن يزيد بني عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. تقدم هذا أنه يضع خرقة حتى يقي العمامة من الزيت. نعم. شيخنا الحديث قبل الماضي حديث علي بن حجر كأنما ينحط من صبب أم في صبب، معناها واحد عندي فيه، ويمكنها في نسخة من كلها معناها واحد.
باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد اختفى إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. الاحتباء هو القرفصاء الذي يتقدم، إلا أن الاحتباء في الغالب يكون رابط سير، إذا جلس على أليتيه ونصب ساقيه يربط بعمامته ولا يربط ب. الناس قديما أنا أدركتهم هنا في الرياض يعني ما كان فيه من أول يعني مثل أسباب المراكي الآن كثيرة، فكان الواحد منهم يحتبي إلى عهد قريب يربط، الآن الحمد لله تيسرت الأمور اللهم لك الحمد. نعم. باب ما جاء في توكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى: لم يذكر فيه وكيع على يساره. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. يعني هذا ينبه رحمه الله إلى أن رواية يعني الناس عن إسرائيل هي المحفوظة وليست رواية إسحاق بن منصور. نعم. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة على رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة طويلة. هذا هو الشاهد فيه، قال: فوضع كفه على منكبي يعني متكئا. هذا ولو أرد المصنف حديث جابر الذي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في قصة بلال أنه قام متوكئا على بلال وخطب النساء،
كان يكون هذا جيد، لأن هذا الحديث في مجمل أو مطلق الاتكاء، أما الحال الباب الذي قبله كأنه الاتكاء حال الأكل. نعم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه ثلاثا. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. في فرق بين كان يلعق أصابعه ثلاثا واللفظ الثاني كان يلعق أصابعه الثلاث، ها؟ أي إما أنه يلعق أصابعه كلها ثلاثا أو أنه يلعق ثلاثة الأصابع التي أكل بها، ها؟ هذه أو الثنتين مع الإبهام. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر وذكر نحوه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. جلسة الإقعاء مثل الاحتباء، إلا أنه في الاحتباء يكون على مقعدته، يعني المقعي هنا يكون اتكاؤه على ماذا؟ ها؟ على رجليه أو ركبتيه، رجليه يكون هذا ومعتمدا على ركبتيه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت شفت اللي نقول لك قبل شوي قال ولا قالت، هنا أتوا بها أنها، لاحظتهم هم يبرزونها أحيانا، ولاحظ هنا يعني حدثنا قبلها قال حدثنا، هم يتركونها لأجل الاختصار، ولا لو يكتبون في الكتاب كله قال وأنه يمكن تجي لها، إذا كان الكتاب 100 صفحة يمكن يكون يعني 10 ولا 15 صفحة بس لفظة أنه وكلمة قال ما حدثنا، فهم يختصرون على كل حال في هذا. نعم. أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، يعني ما كان يبقى في المائدة شيء لقلته صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن حباب عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. خبز أو خبزة، صح، كلها صحيحة. طيب هذا لماذا نص في الأحاديث؟ تلاحظون أحاديث كثيرة ينصون فيها على، يعني الحديث الأول حديث يعني عائشة اللي في صحيح مسلم هذا، والحديث الثاني الذي هو حديث أبي أمامة وحديث ابن عباس، وأشياء كثيرة ينصون على خبز الشعير. لماذا؟ لأنه هو أقل
أنواع الحبوب يعني جودة عندهم ومنتشر بكثرة، فهو أقله عند العرب، لا في طعمه ولا في شيء. الآن لا تفننوا في إدخال الطعوم عليه والمنكهات أو ما أدري إيش يسمونها، لكنه على كل حال هنا يعني حتى أن العرب كانت تقول فلان مثل خبز الشعير يؤكل ويذم، يعني أنه مهما أحسن إلا أنه يذم، وهو يأكلها الإنسان لو ما في خير ولك تأكله. المقصود هنا أنه الصحابة رضي الله عنهم تواردوا على هذا الوصف في خبز الشعير لأجل هذا، أنه قليل ومع ذلك كان يكثر، بل كان عامة الطعام الذي يأكلونه كذلك. وفي صدقة الفطر يعني في أصح قول العلماء أن الحنطة نصفها السمرة، يعني كانت في عهد معاوية لما كثر وخلاف أبي سعيد له، جمهور الصحابة على أن السمرة هذه التي كانت تأتي من الشام لما فتحت كانت تعدل الفطر نصف صاع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح قال صاعا من طعام؟ هذا مستثنى، انظروا كيف اختلاف الشرع في النصف، نصف الصاع والصاع، والمسألة على كل حال معروفة هناك. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارى، الحوارى له الدقيق الأبيض هذا. نعم. فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل تعالى، فقيل له هل كان يعني هذا من زيادة الناسخ عز وجل تعالى. نعم. واحدة منها هي الموجودة في الكتاب. نعم. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه كنا ننفخه فيطير منه مطار ثم نعجنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا في سكرجة. عندنا هنا في الحاشية قال فسر قال أيش السكرجة؟ قال يعني أنها مائدة، ها يعني أي ولا هو هذا تفسير الحقيقة سطحي، ولا المراد بالحديث ليس هذا، المراد في سكرجة يعني أنه عليه الصلاة والسلام كانت العادة في المائدة إذا قيل مائدة يعني يكون فيها أشكال من الطعام، فهو الصحابي هل يريد أنها ما يعني وصف معين ولا يريد وصف أعم؟ ويريد الأعم، ما يريد الأخص، أنها عبارة عن وعاء ولا إناء، ما يريد هذا، هو يريد الطعام اللي فيها. فكانت السكرجة هذه إذا كان عليها ألوان الطعام سموها سكرجة، فهو هذا الراوي يريد هذا، يعني ما المائدة التي أكلت أو التي كان يؤكل يعني فيها على عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا في لون واحد في الغالب، ما كان فيها يعني حلويات ولا كان فيها مملحات ولا مخللات، ولا كان صنف واحد وعاء ويوضع ويأكل والحمد لله انتهى الموضوع. يعني بعض الموائد تحصي أكثر من 30-40 نوع من توسع الناس، هذا على كل حال الله المستعان. نعم. قال ما أكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال قلت لقتادة فعلى ما كان يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. طبعا هو يعني هذا على كل حال فيه مجالد بن سعيد، وكما قال الإمام أحمد يعني صاحب عجائب، الظاهر أن قوله هنا يعني والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، الظاهر أن المحفوظ في الحديث
هو الحديث الآتي الذي هو يومين مو بيوم، لأن العرب ما جرت عادتهم أن يأكلوا في يوم واحد لحما مرتين في اليوم. في أحد الآن يأكل لحم مرتين في اليوم؟ يتغدى ويتعشى لحم؟ عامة الناس ما يعني إلا واحد ابن حلال مصيف، هذا يضر بالإنسان، فليس هذا يعني موردا للتحزن. المقصود هنا حتى العرب يعرفون يعني صحة الأبدان، المقصود أنه التحزن على أنه ما كان يأكل كل يوم لحم، ولا مو بالمراد في اليوم مرتين، لأن هذا لا ينتجي عادة به، فلا موجب للتحزن على مثل هذا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. شو الآن حتى شو خبز الشعير يومين متتابعين، اللحم أعلى بكثير يعني من هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الإدام الخل أو الإدام الخل. عندك نعم إيش في قال في حديثه نعم الأدم أي طيب. في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. طيب الأدم أو الأدم كلها صحيحة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ فمه. الدقل بتحريك القاف، الدقل يعني اللي هو التمر الردي. نعم. وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. حدثنا عبدة بن إذن ما يملأ بطنه الذي يملأ بطنه. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي قال زهد عن زهد من الجرمي الجرمي قبيلة جرم معروفة. نعم. عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا تأكل نتنا. لا إذا عندنا اختلفت الرواية، أنت مش عندك يا شيخ؟ عندك شيخ شيئا؟ وش عندك؟ شيئا شيئا. ها عندك جمع بين الثنتين، هو في بعض النسخ شيئا بعضها نتنا، صورتها هي لا هي الأجود نتنا، نتن بإسكان التاء على المصدر، وجمع الثنتين هذا يمكن أنه ناسخ بيجمع بين قولين ولا هو شيئا ولا نتنا. على كل حال يعني ذكر هنا في الرواية الأولى ذكر الصفة وترك الموصوف، ثانية ذكر الموصوف وترك الصفة. على كل حال يعني هذا كثير في القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب، الاقتصار هذا أو الاقتصار على عكسه. طيب نعم. فحلفت ألا أكلها قال ادنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي
قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء، عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. والمحفوظ المرسل كما قال الإمام أحمد والبخاري والمصنف هنا وابن معين وجمع من الأئمة. نعم، المرسل من مرسل زيد بن أسلم. نعم. حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت له: ما هذا؟ قال: نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى: وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. الدباء اللي هو القرع الآن، يسمى القرع أو يسمى أحيانا اليقطين، وهو على كل حال فصيلة كبيرة. يقولون أن الدب هو المدور منه اللي في القصيم الآن، هذا يكون على شكل دائر. نعم. وأبو خالد اسمه سعد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس: فرأيت فيه دباء وقديد كذا. نعم، دباء وقديد، يعني القديد هو اللحم المجفف أو مشمس، يسمونه الآن قفر العامة. نعم. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدروقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا هنا في الحديث قال: فرأيته النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع، أليس كذلك؟ قال: يتتبع الدباء حوالي الصحفة، يعني هذا على كل حال يعني وقع خلاف رحمه الله بين أهل العلم في توجيه هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك وكل مما يليك. ففيه جواب مشهور للعلماء، يعني من أشهرها أنه إذا كانت الأنواع مختلفة جاز أن يأكل الإنسان مما لا يليه، وهذا الحقيقة وإن كان مشهورا محل نظر، والظاهر والله أعلم هو ما اختاره البخاري رحمه الله. هذا خلاف الظاهر، لكنه هنا في يعني البخاري رحمه الله يعني قال: باب من تتبع حوالي الصحفة إذا لم يعلم من صاحبه كراهية لذلك. البخاري بوب هذا،
وهذا جيد، يعني يسلم من كل الاعتراضات. هذا التأويل هو سالم من كل الاعتراضات، اللي قبله عليه اعتراض الحقيقة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس، إذا لم يعلم من صاحبه كراهة إلا ذلك، أو لم يعرف منه كراهية. والإمام مالك رحمه الله قد سبق البخاري إلى هذا التأويل، فهو على كل حال لعله أجود. نعم، ولا هو الحقيقة، حتى لو أن إنسان من غير يعني من غير حتى لو تنوعت ومددت يدك هنا ويدك هنا ويدك هنا، الإشكال باقي، الإشكال ما ارتفع، باقي في كراهية الناس لذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد. النبي صلى الله عليه وسلم لو يتعدى على حافك اللي تأكل منها، ايش رأيك؟ يكون شرف لك، شرف عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس على كل حال. واختيار البخاري اختيار قوي رحمه الله، سبق إلى هذا كما قلت الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. نعم، صلى الله عليه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، يعني قصه أنت على سواك أو أنا أقصه لك على سواك. المقصود هنا أن هذا الحديث يعني احتج به الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، هذا الحديث مخصوص بهذا. الإمام أحمد يرى أن الإنسان إذا أكل شيئا قليلا ثم قام أو نهس نهسة ثم قام أن هذا يرفع الكراهة، وهو قوي على كل حال. يعني لاحظوا قال فحز لي منه يعني قطعة. وفي حديث الذي في الصحيح في قصة الشفاعة قال فنهس نهسة ثم قام إلى الصلاة، هذا يعني قوي يعني الاستثناء. نعم، يقصد بلال، يقول وراه عجل، وراه استعجل. العادة أن بلال يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذنه يعني في الأذان، يؤذنه في الأذان وكذلك يؤذنه في الإقامة. على كل حال الحديث هذا كثيرة في أبواب الأذان والإقامة كذلك. نعم، حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه أنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع وما دعوت. هذا على كل حال وإن كان شهر بن حوشب محل نظر، لكن قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، فأصل هذه القصة محفوظ. نعم، من آياته معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن
عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخنا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤملي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت بن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا الثريد هو الطعام الذي يتخذ من البر من الخبز ويكون فيه سمن ويكون فيه لحم، هذا من أطيب الطعام عند العرب. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بتمر وسويق. حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنه أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. هذا أنا أدعو الأخوان إلى أنهم يجربوا هذا، يعني هذا الصنيع، ويجيبون لهم يعني شعير ويطحنونه ويجعلون فيه شوي من زيت وفلفل، فإذا أكل الإنسان هذا الطعام واستساغه فأسأل الله أن يبارك له في حياته. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. حدثنا ابن أبي عمر وفي الحديث قصة، عندي هذه الزيادة. نعم. وفي الحديث قصة. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاه فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. علالة يعني بقية من بقية الشاة. نعم.
حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غدا؟ قالت فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. هذا في دليل على أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أمضى صومه وإن شاء أفطر. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل الثفل نعم الثفل أو الثفل صحيح في قاعدة عند العرب أن كل ما كان على وزن فعل ففيها لغتان فعل وفعل كقفل وقفل هذا يقوله عيسى بن عمر الثقفي شيخ سيبويه قال يعني ما بقي من الطعام اللي يسمونها الآن الحكاكة حكاكة الطعام كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الطعم يكون فيها صلى الله عليه وآله وسلم من قلة الطعام صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا نريد بس نقف يعني ثواني الحقيقة معه نبين لكم عجيبة من عجائب العلل عند الأئمة رحمهم الله يعني لعلنا نتكلم على هذا الجمعة القادمة في شرح مقدمة صحيح مسلم هنا في هذا المكان يوم الجمعة بعد العصر. لكن هنا أبو حاتم رحمه الله قال هذا الحديث غلط فيه قيس. من هو قيس في الإسناد؟ ها؟ قيس بن الربيع. قيس بن الربيع صاحب تخليط، صاحب تخليط شديد. قال أبو حاتم هذا حديث من حديث عمرو بن خالد الواسطي اللي هو أبو خالد الواسطي الكذاب صاحب يعني الحديث المشهورة في يعني في الوضع على آل البيت جعفر عن آبائه من هذا المنوال. قد يقول إنسان كيف عرف من هذا من حديثه؟ تفسير هذا
أن الأئمة رحمهم الله لهم طريقة الحقيقة أنها عالية التقنية، وهي الطريقة هذه أنهم يعرفون مخرج الحديث، يأتون إلى الصحابي، ولنفرض أن الصحابي ابن عمر، أين ابن عمر؟ في المدينة. طيب ابن عمر تنقل في البلدان ولا مات في بلد بعيدة؟ لا. طيب هذا يعرفون مخرج، يقول هذا الحديث من حديث ابن عمر، هذا أول مخرجه، ثم إنهم ينظرون من نقله عن ابن عمر، يتتبعون فيرون أن الذي نقله عن ابن عمر اثنين، نافع وسالم، أول نفرض واحدا منهما وهو نافع ما رواه غيره، ولا عرف أن أصحاب ابن عمر رواه إلا نافع، ينظرون من رواه عن نافع فيرون مالك رحمه الله، خلاص عرفوا مخرج الحديث، يعني ثبت هذا عندهم التتبع في أن الحديث مخرجه هذه الصورة. لو كان الحديث رواه ستة سبعة من الصحابة كجابر وابن عباس، هذا مكي وهذا بصري وهذا مدني وهذا شامي، يعني من الصحابة الذين سكنوا تلك البلدان، يضبطون مخارجهم. فإذا جاء إنسان ورواه مثلا هذا الحديث عن غير مالك، يردونه ولا ما يردونه؟ ما عرف في هذا رواه الثبت من الأئمة إلا مالك، فيعلون غير المشهور بالمشهور، فيقول هذا الحديث لا يعرف إلا عن فلان. فهذا الحديث مثله، هذا الحديث تتبعوا في الطبقات، ما وجد أول من شهر به أنت يا أبو خالد الواسطي وهو متهم بالكذب، أين أصحاب زادان وأين أصحاب سلمان؟ ما رووه. إذن وهذا الرجل إذا كان صاحب مناكير عدوا هذا من مناكيره، يعدونه من مناكيره، إذا كان ثقة توقفوا فيه، إن وجد ما يشهد له من القرائن قالوا نعم هو محفوظ من حديثه، والغالب أنه ما يكون محفوظا من حديثه، يكون وهم منه. كيف يحصل الوهم؟ الوهم يحصل أن هذا الثقة يكون في حفظه شيء، أو هذا الضعيف يكون في حفظه أشياء من الخبط والخلط، فيأتي هذا الراوي ويتلقاه، يراه متداولا في البلد فيظنه من حديثه عن شيخه فيلقنه ويحدث به. هذا حصل كثيرا، ولذلك الأئمة رحمه الله يعتنون بهذه الصورة عناية تامة. بعض إخواننا الآن لا يعتني بهذا، يرى بس مجرد الإسناد وينظر إليه كمعادلة رياضية، فلان لا بأس به إذن حسن، فلان ثقة خلاص إسناده صحيح وانتهينا، ويحارب لأجل هذا. هذا الحقيقة الطريقة هذه ليست طريقة السلف، طريقتهم محفوظة، يعرفون مخرج الحديث أين هو ثم يتتبعونه ويضبطونه كسلاسل الأنساب، يضبطونها ضبط تام. إذا جاء إنسان بعد المئتين بعد الثلاثمائة، حتى كان ابن معين رحمه الله يحفظ في قصة مشهورة عن عبد الرزاق، يحفظ عنه الأحاديث التي هي باطلة من حديث أبان، قال لها الإمام أحمد لما تحفظها؟ قال حتى لا يدعي إن أي أناس أنه سمعوها من هذا الطريق إلا من هذا الطريق الذي هو غلط أو فيه نكارة. فهم رحمهم الله هذه طريقتهم، إذا أردت أن تسلك تقول أنا أسلك طريقة المتكلمين التي لا يعرفونها، فأنت هذا رأيك، لكن لا تقول أني أتبع السلف الصالح في هذا. جزاك الله خير، بس ترى هذه الطريقة من طريقة السلف. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.